هل يمكن إصدار عقد امتياز تعديلي مثلا لأي سبب، مثلا كتغيير النشاط بالنسبة للمستثمر؟ مثلا ونقدر نعطيك مثال حي على هذا، لأن مستثمر مثلا في ميدان صناعي ولا سياحي ما نجحلاش في المشروع وبغى يغير النشاط ومن بعد يطلب عقد امتياز تعديل. كمثال في المجال السياحي، مستثمر عنده عقد امتياز من أجل إنشاء شقق سياحية مفروشة قبل 2016، في 2016 ظهر قرار وزارة السياحة تبدلت لا نوموكراتور نتاع لي زاكتيفيتي سياحية، مثلا شقق سياحية مفروشة، رجع منزل سياحي مفروش، في العقد عنده شقق سياحية مفروشة. بعد 2016 تغير النشاط، رخصة البناء تاعه ما قدرش يديها باسكو قال لك كاينه ديسكوردونس بين لاغريمون تاع وزارة السياحة والعقد الامتياز. وشكرا.